وللتسليط الضوء على أبرز الاتفاقيات التي تم توقيعها خلال هذه الزيارة، يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة. مرحبا بك في نشرة الثامنة. طبعا تابعنا توقيع اتفاقية شملت العديد من المجالات، تسمح بإنشاء صندوق مشترك لتمويل المشاريع الخضراء بين دولة الإمارات العربية المتحدة وفرنسا خلال زيارة رئيس الدولة إلى باريس. هل تحدثنا عن أهمية هذه الاتفاقية وإنعكاساتها على تعميق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين؟ مساء الخير عليكم على جميع المشاهدين. بكل تأكيد كما نهيت بأن هناك شراكة استراتيجية، وهذا الصندوق هو يدعم بشكل كبير الشراكة الاستراتيجية فيما بينهما. لا ننسى أن كان في شهر ديسمبر الماضي في إكسبو كان هناك توقيع أيضا عدة اتفاقيات، وخاصة في الأمن وطبعا شراء الطائرات، وهذا يدعم بشكل كبير الشراكة الاستراتيجية في جميع المجالات. ولا ننسى الآن أننا في وضع لا يحسد عليه بالحرب الروسية الأوكرانية، وخاصة بالضغط على أمن الطاقة، والآن الاتجاه بتوقيع هذه الاتفاقيات لكي يكون هناك تصدير الديزل أيضا من دولة الإمارات، وهو ما يدعم بشكل كبير تنويع مصادر الطاقة في فرنسا، وخاصة أننا مقبلون على شتاء، ومما يدعم بشكل كبير الحكومة الفرنسية وأيضا الداخل الفرنسي، وأيضا هناك الشراكة الاستراتيجية أيضا في الثقافة وغيرها من مشاريع أخرى. نعم، من دبي المحلل الاقتصادي نايل الجوابرة، شكرا جزيلا لك.